الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأحاديث تدل على فضل قيام رمضان عموما من أوله إلى آخره، وتدل أيضا على الفضل العظيم لقيام ليلة القدر، وتدل على فضل صيام رمضان. ولكن هذه الفضائل لصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر لا ينالها المسلم إلا بشرطين، وهما إيماناً واحتساباً. فإيماناً، قام رمضان إيماناً، وصام رمضان إيماناً، وقام ليلة القدر إيماناً، أي توحيداً لله سبحانه وتعالى وتصديقاً بما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الفضائل المترتبة على صيام رمضان وقيامه. ومن فضائل صيام رمضان أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: إذا كان يوم القيامة، أو قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فإذا كان يوم القيامة ينادى: أين الصائمون؟ قال: فيقومون. قال: فإذا قاموا دخلوا من هذا الباب فأغلق ولا يدخل منه أحد غيره. فهذا من الفضائل العظيمة للصائمين إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا بما أخبر الله ورسوله من الأجر العظيم والثواب الجزيل المترتب على صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر أيضا. الشرط الثاني قال: واحتسابا. واحتسابا أي إخلاصا بأن تصوم وتقوم رمضان وتقوم ليلة القدر، وأنت تحتسب الأجر وتطلب الثواب من عند الله. ولا ثواب من عند الله إلا للمخلص. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي خالصا صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان يصوم ما شلق أبوه وأمه حبوبته صائمين، لا، يصوم لله طلبا للثواب وطلبا لمرضاة الله وجنته وخوفا من ناره. وده الصحيح. ربنا قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. ما زي ما بيقولوا الصوفية عن وحدة إشي ما قال رابعة العدوية، قالت: يا ربي أنا ما عبدتك خوفا منك ولا من نارك، ولا عبدتك طلبا في جنتك، إنما عبدتك حبا لك. وده من أبطل الباطل، لأنه ربنا قال عن الأنبياء، قال: عبدوا الله ليه؟ قال: ويدعوننا رغبا في الجنة وفي رحمة الله، ورهبا من ناره وأليم عقابه. الأنبياء كان دنيتهم كده. يبقى رابع العدوية أحسن من الأنبياء؟
لا يمكن. عشان كده العلماء قالوا من عبد الله بالحب فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي. وهؤلاء الثلاثة من كبار أهل الضلال ومن الفرق الهالكة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم 72 في النار. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، وهذا معنى من قام رمضان ومن صام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نفتح فرصة للأسئلة. لو في زول عنده سؤال برضو مباشر ممكن. قال ما حكم بيع السلع المدعومة بسعر أعلى إذا كان المقصود السلع اللي هي بتترتب عليها معاش المسلمين، يعني زي الجاز، زي البنزين، زي الغاز، زي الدقيق مثلا بتاع العيش، وهذه الأشياء الإنسان ما يتاجر فيها سوق أسود نهائي، ولا يجوز له ذلك أبدا طالما الحكومة دعماها عشان الشعب. فأنت شيله وبيعه بالسعر المدعوم ذاته اللي بيسمحوا لك بيه، تربح 50 جنيه، تربح 10 جنيه، تربح 100 جنيه، لكن الزول يدسها ويبيع على الناس بآلاف الجنيهات كسوق أسود، ده ما بيجوز يا جماعة إذا كان المقصود السلع دي. والظاهر من السؤال المقصود هذه السلع، والإنسان ما يتاجر فيها بسوق أسود وبكذا، ما بيجوز الكلام، لأنه كده أنت بترهق المسلمين وبتخالف الحاكم أيضا المسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة ولي الأمر الشيخ ابن عثيمين قال تنقسم لثلاثة: طاعة في الأوامر التي أمر الله بها، يعني قال مثلا صلوا، قال صوموا ولي الأمر مثلا، فهنا طاعته واجبة لأنه أمرك بأمر أصلا شنو؟ واجب في الشرع. 2، طاعة في الحرام، قال امشوا أزنوا أسكروا، هنا طاعته محرمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 3، طاعة في المباح أو في الأمور الإدارية وفي الأمور الحياتية، يعني لا هو واجب ولا هو شنو حرام، إشارة المرور، أو قال ما تبيعوا الشيء الفلاني سوق أسود لأنه الناس بتضرروا، ما تسووا كذا، هنا طاعته أيضا واجبة، طاعته أيضا شنو يا جماعة واجبة. قال ما حكم من اشترى ما الكلام ما واضح يعني، عايز يوضح الخط شوي. قال ما هو مقدار زكاة الفطر من الذرة والفدية؟ زكاة الفطر يا جماعة الأحناف ذهبوا لأنه يجوز تطلعها قروش مال، أما المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ما بيجوز تطلعها قروش، إنما الواجب تطلع من قوت أهل البلد، من الدقيق أو التمر أو دقيق القمح أو الدقيق بتاع الذرة ده بأنواعه المختلفة أو الدخن أو كده، وده الصحيح، وده قول المالكية الغريبة، وهو قول الشافعية، وهو قول شنو الحنابلة. وأنا قلت الغريبة إنه قول المالكية لأنه السعوديين بيقولوا إحنا مالكية، لكن لما نلقوا حاجة من كلام الإمام مالك حتى لو كانت صحيحة 100% تخالف هواهم بيقولوا ما مالكية، وده كلام عجيب جدا. فهذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة الثلاثة،
قالوا ما بيجوز اطلع قروش. يعني الخلاصة شنو الخلاصة؟ إنه القروش فيها خلاف، الله أعلم، الله يقبلها ما يقبلها، فيها خلاف. أما الدقيق والذرة والحبوب حتى الأحناف ذاتهم ما اختلفوا إنه هي شنو يا جماعة؟ إنه هي أفضل. يلا بعد العاقل اختار شنو؟ العاقل دع ما لا ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب فالمقدار كم؟ المقدار صاع، والصاع ده بالوزن، إذا دار بالوزن بالميزان بالكيلو بيساوي كيلوين وربع لحد كيلوين ونص بيساويها. قول مثلا كيلوين ونص ده إذا كان بالوزن، بالربع أنتوا بكم الأول كيلة أو الربع؟ يا شيخ محمد بالربع كم؟ الربع لثلاثة ولا لكم؟ لثلاثة مش كده؟ خلاص ده الربع ولا الكي ولا الربع؟ ها؟ خلاص الكيلة ستة تكفي لستة أنفار، والربع يكفي لكم؟ ثلاثة أنفار. فإذا كان بالربع تكفي لتطلع الربع ده عن ثلاثة أنفار، إذا كان كيلة تطلع عن ستة أنفار، سواء كان قمح ولا ذرة ولا غير ولا غير. أما الفدية بالنسبة للإنسان ما بصوم رمضان، عنده سكري، عنده سرطان حماكم الله، فده بيختلف يا جماعة المقدار بتاعه، ده أقل. اليوم بيطلع كيلو ونص، كيلو ونص، وهي قدر برضو الكفارة بتاعت الحليفة، زول لو حلف ورجع عن يمينه بيطعم كم؟ 10 مساكين. فبرضو كيلو ونص قدر الفدية بتاعت رمضان بالنسبة لزول المبصور. يعني الشهر كم؟ 45 كيلو. ممكن تشيل الشوال الكبير أبو 50 كيلو ده، إذا عندك الوالد أو إنت ذاتك عيام ما بتصوم أصلا تشيله وتدي لأسرة مسكينة، الموضوع انتهى. وما يشترط على القول الصحيح إنما يكونوا 30 مسكين بالنسبة للإنسان ما بصوم رمضان، ممكن أسرة بس فيها 4 أنفار، فيها 10، فيها 5، فيها كده. أيوة. قال ما حكم من اشترى من السوق الأسود وهو مضطر إلى السلعة، هل هو آثم؟ لأ انت إذا اشتريت ما في مشكلة، أصلا انت بتكون مضطر، لكن التاجر اللي بتاجر فيها ما مضطر، ممكن يبيع بصل، ممكن يبيع صابون بودرة، ممكن، صح؟ فهو ما مضطر إلا يشتغل في سوق أسود، في بنزين ولا في كده. التاجر ما مضطر، لابد تفرق بين الاثنين. الزول اللي بيشتغل فيها تاجر ده حرام، واي جنيه بياكله اكل قروش حرام. اما انت دار تشتري وما لقيت في الطرمبات، دار لقيت زول انصحه ذاته، ولا ده حرام وده كده وده كده وده كده، خلاص. لكن هو كتاجر هو ما مضطر، لانه ممكن يتاجر في اي حاجه. قال ما حكم ما يسمى بالصدقات، عمل الإفطار ودعوة الناس إليه ودعاء للميت بعد الإفطار؟ ده من البدع، لكن ممكن تعمل أكل إفطار، الناس يفطروا بس للميت، أما يدعو دعاء جماعي كده يقعدوا ده ما صحيح. ما حكم صيام من يعتقد في الحجبات ويقول أنها تنفع وتضر؟ ده ما عنده صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. ليه؟ لأنه ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والحجبات دي شرك بالله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وغيره من الأحاديث. قال تفصيل في حديث أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60، ده بيفسر حديث أعمار أمتي ما بين 60 و 70، إن صح الحديث ده أعذر الله تعالى، ده إن صح فمعناه أعمار أمتي ما بين 60 و 70 وقليل من يتجاوز ذلك. يعني زول لو حصل 60 وماشي ده أجله اقترب، أجله اقترب، وربنا أداه مهلة كافية إنه يعمل فيها الصالحات ويتزود فيها من الصلاح ويتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى.
تفصيل في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والظاهر والله أعلم منه الحديث يا جماعة منسوخ، وحتى العلماء اللي قالوا بعدم نسخه قالوا معناته إنه المحجوم ده لأنه طلع منه دم والدم ده فيه غذاء، فده بيأثر على الصيام، زي مسألة نقل الدم، زول صايم ما ممكن ينقل دم لزول، لكن لو في زول مضطر وفي حادث ودار يموت وما لقوك إلا أنت تنقل له ده ما نقول له، لكن أنت فطرت اليوم ده ولا إثم عليك، ما عليك ذنب لأنه أنت مضطر تنقذ حياة هذا الشخص، ما في إثم عليك. فقالوا الحجامة هي برضو استفراغ للدم وإخراج للدم، والدم ده فيه الغذاء، هو خلاصة غذاء الإنسان، فيتنافى مع الصيام. أما الحاجم ده بالنسبة للمحجوم، أما الحاجم قالوا لأنه زمان كان بيحجموا بالقرن، القرن الواحد تاع البهيمة الطويل ده بيقدوه من فوق من حل السنة بتاعته، والحتة الكبيرة فيه بيركبوها للزول المحجوم وبيمص الدم، فالدم ده قد يخش في شنو؟ في فم الإنسان الحاجم، فعشان كده قالوا ده بيفطر. لكن عموما الشيخ بن باز قال كلمة عجيبة، ودي أحسن كلمة أنا لقيتها بعد بحثي في هذه المسألة، قال أصلا أنت إذا مضطر للحجامة وما بتقدر تأخيرها لحد بعد المغرب يبقى أنت عيان أصلا، أفطر احتجمت خلاص، وإذا بتقدر تأخيرها اللي هي 8 ساعات ولا 12 ساعة دي لحد بعد المغرب، يعني ما تعبان شديد ممكن تتحمل، احتجم بعد المغرب تطلع من الخلاف. ده أفضل كلام في هذه المسألة حسب ما أعلم. أصل إذا أنت عيان شديد ولازم تحتجم خلاص أفطر، ما أنت عيان واحتجم. أما إذا بتقدر تصبر مرضك خفيف أو تعبان تعب خفيف ممكن تصبر لحد بعد الفطر لحد بعد المغرب، أفطر وتحجم بعدين بعد المغرب، هي مسألة بتاع الساعات بس. يعني أنت ما هتصبر شهر، أنت هتصبر ساعات، صح ولا ما صح؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب طارق السويدان على صفحة في الفيسبوك الآتي: الأصناف إن الذين آمنوا بين قوسين المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى المسيحيين والصابئين فرقة الصابئين وقيل كل من غير دينه. الشروط: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. النتائج: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا قريته هو ناشرة في تويتر تقريبا، وهو طبعا خايف من الردود عليه، بس خدتها كده وفات ما قال أي حاجة، لكن كذب الرجل ده، رجل كذاب كذب عجيب خلاص. قال الصابئين هم فرقة الصابئين، قال وقيل كل من غير دينه، دي طبعا جابه نجرة وقتي، ليه؟ عشان يبيح للناس انهم يرتدوا عن الدين. غيرت دينك دين الإسلام بقيت كافر خلاص، قال لك النتائج: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم كمان ولا هم يحزنون كمان. غير دينك زي ما داير، لأنه هو عقيدته كده أصلا، عقيدته قال أنا ما عندي مشكلة أعترض على الله وعلى الرسول ذاته، صحيح ولا ما صحيح؟ يعني ده عقيدته كده، عقيدة فاسدة، فدي حشرة من راسه، كل من غير دينه دي منه هو. الصابئين قالوا ده الفرقة براهم غير اليهود والنصارى وغير الذين آمنوا، وقالوا أرجح الأقوال، الشيخ السعدي وفق وجمع الأقوال كلها، قال أرجح الأقوال الصابئين ديل هم فرقة من النصارى ذاته. طيب معنى الآية شنو؟ المعنى بتاع الآية شنو؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعنى إنه قبل الإسلام، الآية دي بتتكلم عن حالهم قبل الإسلام كما قال المفسرون. ليه؟ لأنه الآيات ذاتها: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ويقتلون النبيين
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دل منو؟ دل بني إسرائيل اليهود فيهم. فربنا اتكلم عنهم إنهم دل ناس مجرمين. فعشان ما تتصور إنت إنه بني إسرائيل دل كلهم مجرمين، قام الآية البعدية طوالي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يعني ربنا قال لك ما كلهم كعبين وما كلهم بيقتلوا النبيين وما كلهم كفار، في ناس منهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بموسى، ده بالنسبة لليهود حقا، ووحدوا الله حقا، وآمنوا بالتوراة الصحيحة الما محرف حقا. وفي ناس من النصارى آمنوا بعيسى حقا، وآمنوا ببشارة عيسى ومبشرا من بعد وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فآمنوا به برضه بالبشارة بتاعت عيسى ده من النصارى. وكذلك من الصابين اللي هم فرقة من النصارى من داخل النصارى. الله قال لك ديل هادوا والنصارى والصابئين، ما أي واحد في اليهود وفي النصارى وفي الصابئين، منو فيهم؟ من آمن، ما أي واحد فيهم. فالآية بترد على الكلام الزول ده، من آمن، من آمن، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان كده المفسرين قالوا ده مقصود به والمؤمنين منهم. وربنا جاب بعد الآية القبيل الورتنا إنه بني إسرائيل ديل قتلوا الأنبياء وكده، عشان الله ما يقول لك ما كلهم كعبين. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ده الكفار. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن لا يسمع بي من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار أو قال في نار جهنم. ده بعد بعثة محمد. لكن قبل من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل، ديك اللي كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والجزء آمنوا برسلهم وبالكتب الصحيحة، وده المؤمنين ما كفار. عشان كده ربنا قال من آمن، من آمن، ده المؤمنين منهم. فالرجل ده رجل مستهبل، لكن الإعلام الإخواني هو صنع هؤلاء، والإعلام برضو العلماني هو الذي صنع هؤلاء ودعمهم بالأموال والشاشات ليفسدوا الإسلام، عشان يخربوا الإسلام. بالمناسبة ديل هدفهم يخربوا الإسلام عديد، وجابوه قبل كده باعوا بيتو بقت علمانية ولا ملحدة، قال ما في مشكلة، قال دي حريتها، قال الزول ده ذاته طارق السويدان، قال دي حريتها، قال ما في مشكلة إنها تكفر تلحد تنكر وجود الله، ما في مشكلة. بس يا ريت المسلمين يفهموا المخطط ده يا جماعة. المشكلة الناس أي زول يجيبوه في تلفزيون ويعمل فيه عنده دين أو يعمل فيه عالم، الناس خلاص كونه جابوه في التلفزيون ده خلاص معناته عالم، بس كونه جابوه في التلفزيون بس. وديل والله ناس لا قيمة لهم أبدا أبدا، لا في العلم لا في العقيدة لا في الفقه ولا وزن لهم إطلاقاً. هم الأفسدوا الإسلام، هم الأفسدوا الآن الدول الإسلامية. منو الأفتى بالربيع العربي؟ منو؟ سوريا دي براها الشردوا وفقدوا وقتلوا أكثر من 3 مليون سوري، أكثر من 3 مليون. بعد جودين لاتهم شيوخ الإخوان المسلمين قالوا ما مشكلة يموتوا 3 مليون مسلم حتى تنجح الثورة عشان يجي يحكمه. 3 مليون مسلم يقرضهم شت عشان يجي يحكمه، وهو عارفهم ما عندهم لا سلاح لا قوة لا عسكر عشان يقاتلوا بها بشار ولا غيره. وبعد ده يفتون يقول لهم اطلعوا موتوا عشان الثورة تنجح. الثورة ياتا عشان هو يبقى حاكم والحزب بتاعه يبقى حاكم. شفع بيطلعون من تحت الأنقاض من تحت العمارات، راس مطفج بطون مشرطة، نساء يغتصبوا، شفت كيف؟ جيوش غازية، الجيش الروسي والجيش شنو كلها دخلت بسبب منه؟ أسألكم بالله بسبب منه؟ ما فتاوى الجماعة دين؟ ولا في زول غيره؟ ده الحي يوسف بهنا، وداك عصام البشير بغادي،
وطارق السويدان بغادي والعريفي بغادي، محمد حسان من غادي، كلهم مجارمة يا ناس، ضيعوا الدين وأفسدوا البلاد وأفسدوا العباد، وينجوا تاني بغشوا المسلمين تاني بغشوا. لكن منو اللي بيتعظ ومنو اللي بيعتبر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، بس ما يبقى بيلدغ. الأمة دي لدغت 2000 مش مرتين، 2000 مرة، وبرضو ما بيتعظوا. ديل ما شيوخ يا ناس، أقسم بالله ديل أجرم من اللي بياكلوا الربا، وأجرم من الحرامية اللي بتلبوا في البيوت، وأجرم من تجار البنجو، وأجرم من تجار المخدرات، وأجرم من الناس اللي بيكتلوا الناس عديل، ديل أجرم منهم، لأنه ديل بيجوك باسم الدين يا أخواننا، باسم الإسلام وباسم العلماء. رابطة الأئمة والدعاة بالسودان كلهم مجارم، رابطة شنو علماء العالم الإسلامي كت مجارمة، من الغفير لحد المدير بتاع المكتب مجارمة، كلهم كتلوا المسلمين، هم اللي قال لهم اطلعوا موتوا، انت قال لهم اطلعوا منو؟ برضو الناس ما بيتعظوا، كذبوا عليهم. جداك بتاع مصر دقنوا لين عشان يطلعهم ويموتوا في ميدان الرابع العدوية وغيره، قال لهم رأيت جبريل جه ميدان الرابع العدوية، جبريل يخلي مكة إذا بيجي يجي ميدان الرابع، أنت مجنون؟ شوف الكلام ده كيف؟ عمرو خالد قال له ذاك شاف جبريل؟ قال أنا رأيت الله نزل في ميدان التحرير، الله ذاته قال نزل. ما شفتوه يا جماعة؟ ما شفتوه الكلام ده؟ ما شفتوه يا إخواننا؟ بعد ده الناس بيصدقوهم، ده اللي بيغيظنينا، ده اللي بيغيظنينا، بعد ده الناس بيصدقوهم، الناس ذاته هم قول مجانين، قول مدفوع لهم من اليهود، وده الراجع عندي أنا، لكن الناس ليه بصدقهم؟ الناس دي ليه بصدقهم؟ وسائل الإعلام دي اللي بيجيبوا الناس دي، زور يفتي فتوى الليلة، الليلة دي لا يجوز، بكرة يقول يجوز بالواجب، هو ذاته، والناس بيعينوا له وقاعدين لسه بيحضروا له لسه، فالمشكلة في الناس ذاتهم والله. وربنا ما بصلت علينا ناس مجرمين إلا لأنه نحن ذاتنا بنستاهل.